سكان مدينة سيفاستوبل الواقعة في القرم يحتفلون بمرور عام على ضم شبه الجزيرة الواقعة على البحر الأسود إلى الأراضي الروسية. الاحتفالات التي شارك فيها عشرات الآلاف في مختلف المدن الروسية تزامنت مع حفل غنائي ضخم أقيم عند جدران الكرملين وبحضور الرئيس فلاديمير بوتين الذي دافع أمام حج من مواطني بلادي عن قرار ضم القرم. أدركنا أن مسألة شبه جزيرة القرم ليست مجرد مسألة خاصة ببعض الأراضي، حتى وإن كانت هذه الأراضي ذات أهمية استراتيجية، إن الأمر يتعلق بملايين الروس، الملايين من مواطنينا الذين يحتاجون دعمنا ومساعدتنا. شكرا لدعمكم ولتحيا روسيا. وكان بوتين قد أعلن في وقت سابق أنه اتخذ قرار ضم شبه جزيرة القرم لأراضي بلاده بعد الإطاحة بالرئيس الأوكراني السابق فيكتور يانوكوفيتش.